أخبرنا أعطى وزير الصحة عبد الحق سيحي إشارة انطلاق الطابعة الرابعة للقافلة الطبية المتنقلة لفائدة ساكنة الهضاب العليا والجنوب، مؤكدا أن هذه القافلة جاءت بفضل قرارات رئيس الجمهورية الذي جعل من الوقاية أساس لحماية المواطن، هدفها التكفل بأبناء الجزائر في كل مكان. اليوم نشهد هذه الطابعة الرابعة بفضل قرار السيد رئيس الجمهورية الذي جعل من الوقاية أساس التكفل بالمريض في البند 45 من التزاماته، والتي أراد من خلالها تقريب الصحة من المواطن. في مشروع قطاع الصحة انتقلنا من قاعة العلاج التي لا تحوي على شيء إلى مركز صحي في المناطق النائية، وهو ما يتماشى مع الأهداف السامية لهذه الطبعة، لأننا في تطبيقاتنا لقرارات السيد رئيس الجمهورية نسعى لتقريب الصحة بالمواطن. وأكد وزير الصحة أن الإرادة السياسية لبلادنا ممثلة في رئيس الجمهورية الذي يريد جعل قطاع الصحة رائدا في التكفل الصحي. التغطية لست أحمد هديبل. أولا، الإرادة السياسية وهي النقطة الأولى لبلادنا ممثلة في السيد رئيس الجمهورية الذي يريد من قطاع الصحة أن يكون قطاعا رائدا، ليس فقط في التكفل الصحي بالصورة العادية، ولكن بالتكفل الصحي بكل الأدوات والمعدات التي تصل إلى مصاف الدول الكبرى. معنى ذلك، وقد لاحظنا ذلك منذ سنة 2020، هياكل صحية في كل مناطق البلاد شرقا وغربا وجنوبا وشمالا. وأضاف وزير الصحة أن ولايات الجنوب استفادت من المعدات الطبية متطورة كما استفادت منها باقي مناطق الوطن. وفي هذا السياق كشف وزير الصحة أن هناك 146 طبيب متخرج في ولايات الجنوب وسيتم توظيفهم عن قريب. وقد استفادت الصحراء، صحراؤنا الكبرى كما يقول مفدي زكريا، وفي صحرائنا الكبرى عيون سالت من فم الدنيا اللعابة. هذه الصحراء العزيزة على قلوبنا استفادت كما استفاد الشمال والغرب والجنوب من هياكل صحية متطورة ومن معدات طبية أيضا متطورة، وما زالت هناك بعض من المشاكل التي عرفناها من تراكمات سابقة سيتم التكفل بها من خلال المنهجية التي اعتمدناها في وزارة الصحة والمتعلقة بالخصوص بإنشاء أقطاب صحية في الجنوب، كما أن مشكلة الأخصائيين التي كانت عالقة زمانا وجدت لها الحل، وهي موجودة الآن في هذا الشهر 146 طبيب أخصائي من الجنوب يتخرجون وسيخدمون كل المناطق هذه. معناها أن في هذه النقطة التي أتكلم وطبقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية أن التغطية الصحية يجب أن تكون شاملة كاملة لكل التراب الوطني، وذلك ما نسعى إليه.